هو فين الباشا عبد الرسول؟ يا عمروتي خميس في سلو بلدنا اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعي تكوني فاكره العيال اللي بره دي هيحميوكي مني ولا الغندوره ابوكي. فوقي نفسك، انت مرات خميس افندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راسي. اضرب اضرب كمان يا خميس وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils. Il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي. طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول. السوق عطشان. هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Ouais, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، وأعتقد إن إحنا لو استغليناها صح هنقدر نوصل لحيتان السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة إيه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس أنا تعجبني الخلطة دي أكتر يا معلم. يا باشا الأبيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر، ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايقة على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذة يعني ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة، حبة حبة هتخطوا. أيوة يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودره بيور جايه بس كانت جايه لناس تانيه غيركم، انا حرسي العطا عليكم بس دي مصلحه بروحين. بروحين؟ يعني ايه بروحين يعني ولا مؤاخذه؟ البودره دي بيور جايه على ابوها مش مخلوطه. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكان انا جايبه لسه نوفي من الصين. البودره دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحيه التانيه. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو. فهمتوا؟ فهمنا. ايه اللي فهمنا؟ ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذه يا باشا، يعني وافندينا؟ افندينا مين؟ اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي
وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبه قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار، وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت، وسهرك كل ليله، ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي، انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ ايوه، عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء، في ايه في دماغك يمكن افيدك؟ يعني أنا لو قلت لك يا مطر هتقولي لي الصراحة؟ كنت عارفني رقبتي. رقبتك؟ يا حلاوة رقبتك، يا جمال رقبتك، يا طعمة رقبتك. في ايه براءة؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ده أنا عايز أحضنك عشان أبوسك عشان نبدأ الاحتفال. احتفال بإيه؟ هو أنت ما قدرتيش؟ هو أنت ما عرفتيش؟ السوق بيشغل مطرة، ألف من لطار عند أفندينا، وكل حالف يقرأ الفاتحة على روحه. مش هو بس، لا، هو وكل اللي ادارة تحت جناحه، كلهم يا مطرة، كلهم. فرصتي الوحيدة اني ابقى قريبة منك، منكيش الا وانا شكلي كده. انت ايه اللي وصلك لكل ده؟ رحت ازاي للسكه دي؟ ولا مين اللي خدك ليها؟ انت. انا خليتني ايأس منك، ووجع الياس ملوش دوا. انت هتقومي وهتخفي، هتخفي يا فاطمه، لازم تخفي. انا مش عيانه عشان اخف يا خميس، انا غرقانه في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الآخر رماني على شط بعيد لا تايلة فيه موت من حياة، زي ما عشت عمري كله متشعلق في حبك وأنا لا تايلة فيه موت ولا حياة. قومي يا فضل، قومي ودوسي على كل ده وشبي على إيدي وأشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فاطمه، خدي كل نفس تطوليه من الدنيا، واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي حوت المفوتنا من تاني وردي فيها الروح. قومي يا فاطمه وذاكري وانجحي، كملي اللي ناقص فيا. أنجح؟ ما أنا خلاص تعبت، ضاع مستقبلي، الله يجازي اللي كان السبب. أنا ماليش دعوة. أوعي يكون لك دعوة، أنا خايف عليك من دعوة واحدة زي أمي أو واحد زي أبوي، بيقولوا دعوة الغلبة مستجابة. يا رب ما تطولك يا رب. Thank you.
نفيس. مؤاخذة يا باشا، تدريان باللي بتعمله ده خميس؟ أمانة وبترجع لصاحبها. في حاجة؟ يلا. خميس!